سيادة الفريق كامل الوزير الحقيقة يعني يعني لا يحتاج إلى أحد للحديث عنه، لأنه من تحدث عنه هو رئيس الدولة ورئيسه المباشر، وشهد شهادة إيجابية جدا في حقه. إحنا تعاملنا معه عندما كان في متولي منصب رئاسة الهيئة الهندسية، وأيضا تعاملنا معه في بداية تولي للمنصب الوزاري، وهذا المنصب الوزاري يحتاج إلى قدر كبير كما يعلم الجميع من الإحساس بالوعي السياسي، لأنه بيتعامل هنا مع أطياف مختلفة، بيتعامل مع زملائه في الوزارات، بيتعامل مع المواطنين، بيتعامل مع السلطة التشريعية والرقابية، بيتعامل مع موظفين عنده في وزارته. الحقيقة يعني كارير جديد ومختلف تماما عن اللي هو كان متوليه. أشهد أن من خلال معاملتنا معاه بين فترة رئاسة الهيئة الهندسية أو حتى عندما تولى وزارة النقل في الفترة القصيرة، أنه يعني وزير بدرجة وعي سياسي كبيرة جدا، بخلاف طبعا ما نعرفه عنه في كفاءته الفنية والإدارية. ولكن تبقى كلمة أن وزارة النقل وزارة كبيرة وقطاعاتها متعددة ومتنوعة ومختلفة، وبالتالي المسؤولية الحقيقة ربنا يعينه عليها مسؤولية شاقة جدا جدا. هو حضر معنا في جلسة أنا بعتبرها جلسة إيجابية، ونقل لنا يعني أولا استمع إلى السادة النواب، وكانت جلسة استمرت 3 ساعات، والنواب فيها أشهد أن الجميع تحدث في أمور عامة وقضايا عامة تخص النقل والطرق، ولم يتحدث أحد عن يعني قضايا خاصة، ولكنها كلها قضايا يعني حتى يمكن هو تحدث معي وقال لي أن كل من تحدث له كل الحق في حديثه. ويعني انت انا اعتقد ان كانت جلسه من الجلسات اللي الجميع استفاد منها. هو ده دور البرلمان، ان هو يطلع السلطه التنفيذيه ويحيطها علما بكثير من المشاكل على ارض الواقع.